اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ محمد ابو علي. ازيك ابو علي؟ حبيبي يا كابتن اسلام، منور الدنيا. كله تمام زي الفل. طيب منور ايضا استاذ محمد جمال. ازيك يا جيمي؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ منور والله. اخبار الاتحاد ايه؟ اتحاد الكوره يعني، مش اتحاد السكندري. اتحاد كويس، مليان كلام كتير. كلام كتير جدا جدا جدا، وانا بدات بهذا الكلام قبل ما نروح للنادي الاهلي. اتكلمت وكان محمد الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني كلمني امبارح بعد الحلقه، وقال لي او نفى تماما ما حدث من فيتوريا، وقال لي فيتوريا لم يتدخل اطلاقا فيما يخص مساله القيد بالنسبه لنادي الزمالك مع سبورتنج لشبونه، او المشكله اللي ما بين نادي الزمالك وسبورتنج لشبونه. بص يا كابتن، اكيد في معلوماتك عن هذا الامر. بص يا كابتن، اكيد في البدايه يعني انا تواصلت مع اكثر من مصدر. طبعا يمكن اللي كان قال الموضوع نفسه كان الدكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. اكيد الموضوع لما يبقى طالع من عضو مجلس اداره فالموضوع طالع رسمي للناس كلها، من عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. قال كده نصا، قال فيتوريا وفنجاده يتدخلان لحل ازمه القيد في نادي الزمالك، وانا بحاول اجيب لحضراتكم بكره فنجاده يشرح لكم ايه اللي بيتم في الملف ده. أيوة. ده على لسان عضو مجلس اداره في اتحاد الكره المصري. صحيح. فالطبيعي ان الناس كلها خلاص خدت الخبر وتناقلته طبعا بشكل رسمي. صحيح. واتكلمت فيه بشكل رسمي جدا. انا حاولت اوصل لاكثر من مصري، يمكن اتواصلت مع اتحاد الكوره، قالوا لي لا، هو الدكتور ايهاب نفى الكلام ده وتراجع فيه وقال لا انا كنت اقصد فنجاده بس مش فيتوريا. يمكن انا كمان تواصلت في حوار مع مستر نيلو فنجاده، انا اقول لك بالظبط تصريحاته ليا يعني، كانت عندنا في القاره 24. الراجل قال لي طبعا، قال انا تدخلت، دي أزمة بقى لها 7 سنين موجودة. لا بس فنجان ده يتدخل براحته، محدش بيقول حاجة. لكن هي القصة في فيتوريا طبعا، هو قال لك أنا تدخلت وكل الكلام ده. قلت له طب فيتوريا؟ قال لي أنا في الأول، قال لي في الأول أنا مش حابب أتكلم في الموضوع ده، أنا عارف إن الموضوع ده طلع في الإعلام المصري. قلت له بس اللي طلع الكلام ده في الإعلام المصري هو عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الدكتور إيهاب الكومي، وأنت اتعاملت معاه وعارفه. رد عليا برضه رد تاني، قال لي أنا بقول لك أنا المعلومة اللي عندي، أنا ما اتكلمتش مع فيتوريا في هذا الأمر. بص يا كابتن، خلينا واضحين مع بعض. إقحام فيتوريا في الموضوع نفسه جه من اتحاد الكوره، وانا بشوف بصراحه غريبه جدا انك انت تطلع تقول حاجه وبتطلع تنفيها. انا فيتوريا تدخل او ما تدخلش، انا ممكن اكون ما يعني كل المصادر اللي بينفي واللي بياكد، اللي بيقول اه واللي بيقول لا، انا مش قادر احسمها. لكن لما عضو مجلس اداره اتحاد كوره يطلع يقول على الهوا، انا اعتقد ان ده ما فيش اكتر منه رسمي ان فعلا مستر فيتوريا تدخل. ولكن انا بقول لحضرتك اللي يمكن المعلومه الاقرب شويه لحد ما ان فيتوريا زعل شويه ان الموضوع ده اتخذ في الاعلام بشكل كبير. ابو علي زعل شويه ولا زعل بطريقه؟ انت عندك معلومات؟ هو انا يمكن تواصلت برضو النهارده مع الزميل محمد مراد واتكلمنا في القصه دي ونفالي الامر. وانا السؤال او نفس الكلام قلت له، الموضوع خارج من اتحاد الكوره يعني، لما عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره يطلع ياكد الكلام ده، فالراجل اكيد عنده معلومه، هو اوريدي في بالظبط مش هيقول كلامه خلاص. فروي فيتوريا يزعل ان الموضوع تم اثارته في الاعلام او مش عارف ايه، هو اللي من حقه يزعل النادي الاهلي يعني، او كل فريق منافس لنادي الزمالك من حقه يزعل. ما هو انت كمدير فني لمنتخب مصر الطبيعي ان انت تبقى فير وتبقى مع الناس كلها بمسافه واحده يعني بسيستم معين. لكن انت تتدخل عشان ترفع قيد او تشيل تحل مشكله النادي، والمشكله دي اكيد في منافسين للنادي ده في الدوري المصري هيزعلوا اكيد طبعا. وده بياخدنا لفكره ما اثير في فتره من الفترات، ان الراجل قال لاحمد فتوح ومحمد صبحي لو ما جددتوش مع الزمالك او ما لعبتوش مش هضمكم في بطوله امم افريقيا. لا لو ما لعبتوش ده حقه، لكن ما جددتوش دي ما هو الكلام اللي هو ايه، لازم تلعبوا بطوله امم افريقيا. وده الراجل طلع نفها بعد كده الكلام ده. بس حاجه بقى في القصه دي برضه عشان ما نفتش شويه، انا اسف طبعا. قصه فتوح وصبحي دي هم الاثنين، انا بقول لك يا كابتن معلومه مؤكده، الاثنين موجودين في منتخب مصر في امم افريقيا. لا انا تواصلت كمان معاهم والاثنين نفوا الكلام ده، قالوا الراجل ما قالناش كده انا لا انا عايز اقصد ايه، ان التصريحات برضو خرجت من اعضاء في اتحاد الكوره. هو الدكتور ايهاب اعتقد برضو لا، وكان استاذ خالد درندالي بيتهيألي وبعض الاعلاميين وناس كتيره اتكلمت في القصه دي. فالغريب ان الناس في اتحاد الكوره بتطلع تتكلم وتقول كلام، وروي فيتوريا بعد كده يطلع ينفيه. هو مفيش متحدث رسمي لاتحاد كوره؟ ما هو بقى الوضع غريب يا كابتن، انا مش فاهم القصه. لا بتكلم بجد، هل في متحدث رسمي؟ لا مفيش. انا مش فاهم القصه ماشيه ازاي او الموضوع بيدار ازاي، لكن في لخبطه كامله يعني جامده في القصه دي، وفي تضارب في الاقوال وفي تضارب مصالح في ناس بتشتغل في الميديا وهي موجوده. انا اعتقد طالما هناك هذا التناقض في الكلام، ما تحط متحدث رسمي للاتحاد هتخلص القصه كلها. يعني لو انت مثلا حطيت متحدث رسمي للمنتخب الاول كابتن حازم، والناس اللي شغال في الاعلام، طيب
او صح على رايك هو يتناول ايه؟ صحيح هو مراد يعني ما هو هو مراد الحقيقه دايما متابع معانا وبيكلمنا ولما بنعوز حاجه بيقول لنا. هو مراد عامل شغل كويس احنا مش بنتكلم. عراقي بيعمل برضو، ياسر عبد العزيز بيعمل في المنتخب الاولمبي، في المنتخب الاولمبي حاتم الشباب، حاتم رضا، حاتم الكابتن استاذ حاتم رضا في الشباب، فاعتقد ان فيه. ولكن طب ما تخلي الناس دي هي اللي تتكلم. لماذا يتكلم الاتحاد ثم بعديها بخمس دقائق يطلع ينفي؟ ما هو ده برضه كلام مش منطقي بالنسبه لهم. حته التصريحات بتبقى متضاربه ليه؟ هو بيقولها في البرنامج بتاعه بالليل كخبر كسب، الخبر ده اكيد بيعمل مشكله. هو خبر زي ان فيتوريا بتدخل، هو المدير الفني منتخب مصر مستعد للامم افريقيا بعد موضوع فتحه الصبح وخلينا متفقين، اكيد خبر زي ده هيعمل مشكله. هو طلع لنفاه امبارح وطلع قال انا يعني ما كنتش اقصد فيتوريا. ازاي ما كنتش تقصد روي فيتوريا؟ انا بشوف ان اللي تسبب في مشكله روي فيتوريا في الموضوع ده هو طبعا اتحاد الكوره، لكن اقحام اصلا الراجل في مشاكل انا انت ممكن ما توصلهاش. بص جيمي، لو حد سبب مشاكل لروي فيتوريا في قصتي فهو روي فيتوريا، او حد مقرب من روي فيتوريا، او هو اللي جاب روي فيتوريا وانتمائه لنادي معين فدخل الراجل في القصه دي فهو اللي اتسبب في مشكله. روي فيتوريا اصلا من الاساس ما ينفعش يتدخل في حاجه زي كده، لان الراجل مدير فني لمنتخب مصر على مسافه واحده من كل الانديه. ماشي، ده يا ابو علي. وعارف اذا ممكن تبص للموضوع من ناحيه ثانيه قبل ما تكمل؟ اتفضل يا كابتن. من الناحيه الاخرى، لو انا روي فيتوريا صاحبي مثلا روي فيتوريا صاحبي، او ما انا رايح لروي فيتوريا اقول له النبي بقول لك ايه، بلاش انا، هو هيبقى محتاج كهرباء الفتره اللي جايه، فكهرباء يقول له طب ما تروح تخلص لي مشكله افيش البرتغالي وتدخل فيها، كان ماذا سوف يقال على النادي الاهلي في الوقت ده؟ الابن المدلل للاتحاد واللي بيعمل الاتحاد، مش ده اللي هو اللي بيخلص كل حاجه واللي بيعمل كل حاجه، واللي بياخد كل حاجه ده لو الناس في الاتحاد. أنا خدها مثلا هقول لك حاجه، خدها بعيدا عن ان انت بتقول ان فيتوريا غلط وحازم مش عارف ايه وده مين وايه وبتاع، خدها من ناحيه ثالثه اللي انا بتكلم فيها دي. هتجد ان لا، يعني تخيل لو العكس بقى، لو كهربا هو اللي راح قال له اعمل لي كذا واتعرفت كان حصل ايه؟ بقى صعب قوي يا كابتن، كان هيبقى فيه هجوم كبير قوي. خدها من الناحيه الاعلاميه. هو كابتن انا باخدها من ناحيه اللي ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. احنا ليه دايما عندنا بتحصل مشاكل كده، وخاصه في اتحاد الكوره بتبقى جديده علينا وما سمعناش عنها قبل كده في اي حته. ان مدير فني ممكن يتكلم مع لعيبه لو ما جددتوش او ما لعبتوش مع النادي بتاعك انا مش هضمكم في بطوله امم افريقيا، تكلم اللعيبه يقول لك اصل الكلام ده مش عارف ما حصلش. طب اعضاء مجلس اداره طلعوا قالوا الكلام ده، قالوا بناء عليه. نفس الكلام دكتور ايهاب الكومي طلع وقال ان روي فيتوريا بيعمل كذا وتدخل وبيحاول يحل الازمه وبتاع، وبعد كده طلع نفى. طب ايهاب الكومي قال الكلام ده بناء على ايه؟ ده راجل عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره، يعني عنده معلومه. مش بنتكلم ان حد مثلا بيغطي اتحاد الكوره ففي مصدر اداله مش كده عليك كمان. هو ما قالش بس الخبر، هو قال انا بكره هجيب لكم فنجاده، انا سمعتها بنفسي يعني، انا قال هجيب لكم بكره فنجاده سكايب يشرح لكم بالظبط التحركات ماشيه ازاي، وده خبر يسعد الزملكاويه. يعني هي اتقالت بالنص كده، فده طبيعي جدا يخليك حتى كصحفي او في مصدر انك خلاص انت عضو مجلس اداره، ده رسمي قالها ان فيتوريا بتدخل. هي كابتن انا قلت لحضرتك قبل كده، الموضوع في اتحاد الكره صعب جدا، وفي حاجات كتيره زي ملف المدير الرياضي للاتحاد او المدير الفني للاتحاد او ملفات ده قصه. ده في حاجه اسمها مدير رياضي يا كابتن، ده قصه كبيره وكنا اتكلمنا فيها قبل كده. يعني اتكلمت لحضرتك ان ممكن يبقى في حد موجود بيتعامل مع الفيفا وما عندوش لغه. يعني وصلنا لمرحله ان الفيفا ساعات بتبعت لك حاجات وبتبعت لك ايميلات وما بيتردش عليها، لان اللي موجود معهوش لغه مش عارف يتواصل مع الناس وما بيحضرش اجتماعات، وبعتوا شكوى رسميه فيه عشان خاطر جوجل ترانسليشن. يعني بص يا كابتن اسلام، بس في موضوع المدير الرياضي ده والقصه كلها، الموضوع ده مش جديد، هو الموضوع ده من بدري. مش حاجه اسمها مدير رياضي يا محمد، مش حاجه اسمها مدير رياضي. اكملك بس، مفيش حاجه اسمها يا جماعه ما يصح، يا جماعه الكلام ده ما يصح، مفيش حاجه اسمها مدير رياضي للاتحاد. ده يا كابتن اصلا تجيب مدير رياضي ازاي بعد ما اخترت انت خلاص منتخبات الشباب؟ دي حاجه ثانيه كمان، بس اساسا الاسم ده لا، المدير الرياضي ده بيكون لنادي، يؤسس لنادي ويعمل لنادي وكذا. يعني مفيش، يعني فكر لي كده، هل في مدير رياضي في اي اتحاد؟ او المدير الفني؟ لا، في العالم طبعا موجودين. مدير فني، مدير فني اتحاد فني، مدير هو مدير فني يا كابتن، او ايا كان، يعني ايا كان مسماه. صح على رايك، خليه ايا ما كان المسمى، لانه لازم يكون في حد بيخاطب. لكن انت هتعمل ايه؟ انت جاي تشتغل ايه؟ يعني انا دلوقتي كونت كل المنتخبات، و2007 و2009 اللي هم لسه ما تكونوش، هم اصلا استقروا عليهم. نعم، هم اوريدي استقروا عليهم، استقروا عليهم وبلغوا الناس بالظبط. خلاص كده. طيب انت جاي لمدير الفني للاتحاد تعمل بايه؟
بالظبط. بص يا كابتن، الموضوع باختصار الموضوع قديم مش جديد، هو الموضوع قصير من جديد لان كان في استشار يعني حاجات جديده اتبعتت من الفيفا، من بينها موضوع المدير الفني لاتحاد الكوره، بجانب كمان انه يكون موجود في لجنه فض منازعات في اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره المصري ما فيهوش لجنه فض منازعات، وده بيعمل مشاكل بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت. وكلنا نفتكر اللي حصل من رابطه اللاعبين المحترفين في العالم لما نشرت ابو علي طبعا منها قالت لك حته الانتقالات، ومصر منها اللي هي الحته اللي انت مثلا ما بتدفعوش فلوس للاعبين وفي مشاكل مع اللاعبين الاجانب، ده طبعا دي سببت مشاكل كبيره جدا. الفيفا بعت لاتحادات كتير قوي بياكد عليهم من الاشتراطات الفتره الجايه يبقى في مدير فني ويبقى في موجود في لجنه فض منازعات. حته المدير الفني في اتحاد الكوره، اتحاد الكوره رد في الاول قال انا عندي لجان للادارات مختلفه، ما عنديش حد معين هو اسمه المدير الفني في اتحاد الكوره، عندي مدير اداره المدربين ده موجود فيها الايه الدكتور جمال محمد علي، هو اللي بيعمل ادارات المدربين والكلام ده كله. الكلام اللي طلع بعدها الرغبه اللي كانت اكيده هو ارسال اسم الدكتور جمال محمد علي ان هو مدير فني لاتحاد الكره المصري. انا استغربت جدا بقى يا كابتن، انت جايب الدكتور جمال محمد علي عشان ينظم دورات وان هو يقوم بعمل مدير فني في اتحاد الكوره، انت منين هتبعت اسمه ومنين بتنفيه؟ يعني انا عرفت المعلومه مؤكده، وعلى فكره انا تواصلت مع دكتور جمال محمد علي. اذا كان في نفس اليوم اتقال فيتوريا وبعدها بشويه قال لك لا مش فيتوريا. بالظبط كده كابتن، اتحاد الكوره مش هيتعاقد مع مدير فني، وكان اول قرار ليه اللي هو يمشي فنجاده لو حضرتك تفتكر. صحيح. مش هيجيب مدير فني اجنبي اتحاد الكوره ثانيا، انت هتجيب مدير فني حتى لو مصري هيعمل لك ايه؟ انت الفتره دي خلاص انت اخترت كل حاجه. دي نقطه. النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، هو اصلا في رغبه جوه اتحاد الكوره في عدم وجود مدير فني. انا افتكر كلمه يعني قالها لي مصدر قال لي ان الاستاذ جمال علام راح للكابتن بركات والكابتن حازم لما كان في فتره من الفترات فكره المدير الفني بعد رحيل فنجاده، قال لهم طب انا اجيب مدير فني اتحاد الكوره ليه وانا عندي اثنين في اعضاء مجلس الاداره زي الكابتن محمد بركات والكابتن حازم امام بيشرفوا على المنتخبات وهم اللي بيديروا المنتخبات. ده كلمه اتقالت نصا جوه اتحاد الكوره ومن مصدر مسؤول جوه اتحاد الكوره المصري. فانت منين هتعيد فكره مره ثانيه انك انت تجيب مدير فني؟ انا بقول لحضرتك مفيش مدير فني. قالت لما مفيش مدير فني في اتحاد الكوره جاي، مفيش في الفتره اللي جايه خالص الفكره دي في اتحاد الكوره. انا متاكد لو في هيكون الدكتور جمال محمد علي يبقى قائم باعماله، لكن لان هو اوريدي شغال في حته اداره المدربين. انا تواصلت معاه شرح لي هو يعني كان في الفيوم اعتقد وبعد كده راح المنوفيه وحاجات بيعمل اللي هو رخصه دي ورخصه سي، وشغال في الحته بتاعه المدربين اللي هو شغال فيها. اتحاد الكوره عامل اداره للمنتخبات، عامل اداره للحاجات الفنيه، لكن مش عامل اداره خالص في الاداره الفنيه كامله او مدير فني اتحاد الكوره. الرغبه دلوقتي جوه اتحاد الكوره لعدم طبعا وجود مدير فني اتحاد الكوره. مين الحكام اللي هيبقوا في ماتش السوبر او في مباريات السوبر يا ابو علي؟ اجانب ولا مصريين؟ في كلام على في كلام على قفل الجزء كله بتاع الاتحاد. في كلام على امين عمر حسب ما سمعت، وفي كلام على محمد عادل مصريين يعني البنا. بيقولوا ان حكام مصريين هم اللي هيديروا، ودي بيتهيألي يعني التوجه اللي سايد من السنه اللي فاتت ان يبقى حكام مصريين بيديروا الماتشات الكبيره. وفي كلام ان ممكن يخش حكام من الامارات حاجه زي كده يعني. بس ما عنديش معلومه مؤكده في بس كانت المعلومه المؤكده عندي وانا اتواصلت مع اكتر من مصدر جوه لجنه الحكام. الفتره الجايه بالنسبه للسوبر هيكون كله مصريين، مش هيكون في اي حكام اجانب. يمكن لو في حكام اماراتيين مش هيكونوا حكام ساحه، ممكن يكون حكم رابع او حكم فيديو تقديرا طبعا ليه انت عارف البطوله ودي حصلت قبل كده. امين عمر محمد لكن عادل يمكن اتحددت كمان ابو علي، يمكن بشكل كبير جدا اللي هيكون فاينل السوبر هيكون محمود البنا بالنسبه لبيريرا. بيريرا شايف ان محمود البنا هو افضل حكم عنده، يمكن الثاني بالنسبه له امين عمر، الثالث بالنسبه له محمد معروف. دول الثلاثه اللي هم بالترتيب بالنسبه لبريرا. لسه الاختلاف بس يا كابتن على قصه اخد حكم رابع، يعني حكم رابع معاهم يكون محمد عادل، ولا اروح بالثلاثه بس ثلاث اطقم هو البنا. وطبعا الحكام المساعدين معروفين يعني ابو الرجال واحمد حسام طه والحكام كلهم اللي هم موجودين بقى لهم فتره بيديروا كل المسابقات. وعايز اقول لك برده ان ده رسمي لسه ما فيش حاجه مؤكده يعني، طلعت برده خلي بالك رسمي يا ابو علي بالطريقه يعني بالطريقه طبعا. لا بالطريقه تبقى مش رسمي. مش رسمي طبعا، ما في حاجه كده جدا مش رسمي. لا بس لا بس تصريحات على لسان الكابتن محمد فاروق النائب رئيس لجنه الحكام. لا بس ما هيطلع ايهاب كومين فيها بكره. استاذ ايهاب الدكتور ايهاب. بس انا بقول لك يا كابتن اكيد هو في حكام اتبلغت بالفعل ان هم موجودين خلاص في السوبر ويجهزوا نفسهم. فالسوبر بمصريين، القمه اللي جايه كمان بمصريين، الاهلي والزمالك. الفتره اللي جايه كلها هيبقى فيها حته الحكم المصري. يمكن ما بقاش فيها كابتن لو تلاحظ الحته بتاعت الحكام الاجانب زي الفتره اللي فاتت لما كان فيها ضغط كبير. اعتقد يمكن البنا في اداره السوبر الاهلي وبيراميدز قبلها كان امين عمر في نهائي الكاس اعتقد اكتر من مره الامور مشيت، فده اللي مخلي يمكن في رغبه شويه للحكام المصريين في السوبر. هل تم عشان اقفل برضو قصص الاتحاد دي خالص خلال الفتره السابقه، يعني سمعنا ان من الممكن ان يكون كابتن سعد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب؟ لا مش صح الكلام ده، وانا اتاكدت وكلمت اكتر من مصدر
وقالوا لي ان غرابه مكمل في مكانه ومفيش اي حاجه خاصه يعني بان هو مش موجود وان الكابتن سيد. انا حتى يعني المدرسه بتاع الكابتن سيد والمدرسه اللي اتربى فيها الكابتن سيد والنادي الاهلي والاسلوب والطريقه صعب ان هو ينسجم مع اتحاد الكوره. فانا كنت شايف الموضوع صعب جدا، وحسب معلوماتي مش ده فكر يعني الكابتن سيد حفيظ الفتره دي خالص، وهو يعني رايح في حته تانية بعيد عن القسم، فالكلام ده مش صح يعني. غرابه مستمر في اداره منتخب مصر اللي هو بينصب طبعا مدير المنتخب الوطني الفتره الجايه، وعندهم امم افريقيا، ودلوقتي بقى مركزين انت عارف في حته الماتش الودي اللي هيلعبوه. جيمي بيتكلم بسرعه عليك. هو ده طريقته، هو ده جيمي ابو الكلام السريع. عندهم الماتش اللي جاي طبعا ماتش الودي بيحاولوا يتفقوا عليه قبل امم افريقيا. الراجل هيلعب ماتش واحد بس، فالقصه بالنسبه لهم مستقره بشكل كبير. يمكن الراجل يعني بالنسبه له مع الاتحاد الكره هو راجل بيتعامل بس مع كابتن حازم امام وبلغه لسه بس. انا بقول لك ده مش مع حد تاني، هو بيتعامل مع كابتن حازم، بيطلب من كابتن حازم. ماشي، ما هو ده الطبيعي على فكره. لا حته الطلبات او التعامل بشكل رسمي مع كابتن حازم امام. ايوه ما هو طبعا، لكن يعني ما بيتعامل. لا بس هو مش من الناس اللي بتتواصل بشكل مستمر مع جميع اعضاء اتحاد الكوره او مع والله. لا 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 هو راجل بيتواصل بشكل رسمي مع كابتن حازم، هو عارف ان الراجل ده المسؤول عن الملف. فيتوريا او فيتوريا مستر فيتوريا. طيب وكده يبقى فيتوريا تواصل مع مسؤول سبورتنج لشبونه. هو الراجل شايف ان كابتن حازم هو المسؤول بالنسبه له، فالراجل علشان كده طبعا هو بيتواصل معاه دايما. والفتره اللي فاتت دي يمكن هم شغالين في حته الماتش الودي، الراجل مش عاوز يلعب اكتر من ماتش، ورفض عدد كبير جدا من الماتشات قبل امم افريقيا، ودي بطوله مهمه جدا لمنتخب مصر. يمكن رفض نيجيريا، رفض الكاميرون، رفض كوت ديفوار، رفض السويد، كوريا الجنوبيه، عشان عايز يلعب ماتش مع فرقه من التصنيف الثالث في افريقيا قبل ما يسافر على طول ان شاء الله. يوم المعسكر هيبتدي يوم 3، وبعد كده هيسافر يوم 9 ان شاء الله لكوت ديفوار. الاهلي وشباب بلوزداد، ايه رايك في ايه؟ في الماتش؟ لا طبعا ماتش مهم جدا. ايه رايك في الاهلي؟ الاهلي يعني بقول لك الاهلي وشباب بلوزداد، هيبقى ايه رايك في ماتش الاهلي ويانج افريكانز مثلا؟ اتفضل. الماتش صعب جدا طبعا، ماتش مش سهل. الاهلي يقدر يسهله على نفسه بالضغط على فريق شباب بلوزداد مبكرا من تلت ملعبهم، يقدر يغلطهم، يقدر يستفيد من ده انه يسجل بدري. وجود الجماهير والإقبال اللي حصل على التذاكر منذ طرحها من خلال الساعات اللي فاتت، وجماهير الأهلي في اسكندرية كمان مش محتاجة توصية يعني ما شاء الله. لا والنادي الأهلي أعلن برضو أن المواصلات هتبقى مجانية، أتوبيسات مجانية للناس اللي هتطلع من القاهرة. لا أنا بتكلم على أن دايما كل ماتشات الأهلي ببرج العرب بيبقى فيها إقبال جماهيري صحيح قوي من جماهير النادي الأهلي في اسكندرية، فما فيش قلق من حتة الجماهير دي إن شاء الله. وجود الجماهير هيفرق معانا. فريق شباب بلوزداد فريق من الفرق المميزه، فوز النادي الاهلي بالمباراه دي ومباراه يانج هنا على ملعبنا يضمن له الصعود، توصل النقطه 10 تضمن على الاقل الصعود لدور الثمانيه. تعادل بره ارضنا بقى سواء مع ميدياما او مع شباب بلوزداد او الفوز باي نتيجه في الماتشين يضمن لنا ان احنا نصعد اول، ودي اهميه التعادل اللي حصل مع يانج والفوز على ميدياما هنا. الاهلي قادر ان هو بالسكواد بتاعه بالجهاز الفني باقامه المباراه هنا في القاهره، استاد برج العرب من الاستادات المميزه، استاد الاهلي بيعرف يلعب على الاستادات الواسعه او الاستادات الارضيه بتاعتها بتبقى كويسه. فانا اتوقع ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه وتساعدنا الفتره الجايه قبل السفر لكاس العالم. مهم جدا كابتن، وانت تفتكر ماتشات كتيره كنا رايحين كاس العالم، ومتذكر انا لحد دلوقتي ماتش المحله في يوم من الايام بنلعب المحله هنا ومسافرين، وكميه فرص وتحكيم والكره معندنا لحد ما الجول بتاع بركات اللي جبناه في اخر دقيقه ده، قد ايه الموضوع كان بيفرق معاك وانت رايح كاس العالم وانت غالب او انت متصدر؟ لا وريت تكون مريح نفسك دماغك شويه بالظبط، او متصدر جدول الدوري او متصدر في افريقيا في مجموعتك، فان انت رايح بمكسب دي بتزود ثقه اللعيبه في نفسها، بتزود ثقه اللعيبه في الجماهير في الجهاز الفني. فمهم جدا تحقيق فوز وفوز كمان مريح ان شاء الله على فريق شباب بلوزداد، اللي انا لازلت مصمم انه فريق محترم، عندهم لعيبه كويسه، عندهم جهاز فني محترم، فالمباراه مش سهله، واحنا بس اللي يعني زي ما بقول لحضرتك كابتن في ايدينا نسهلها ان احنا نسجل مبكرا في المباراه دي ونقدر نعمل سكور ان شاء الله كمان. طريقه لعب شباب بلوزداد؟ لا فرقه طبعا يعني معاه مدرب كويس جدا البرازيلي طبعا باكيتا، ومدرب يعني عارف طبعا قيمه الاهلي بشكل كويس، وراجل جه درب الزمالك يمكن في الفتره بتاعت تغيير المدربين الكتير ده، كان جه فتره من الفترات في نادي الزمالك وعنده معرفه بالاهلي، يمكن عنده لعيبه لعبت منتخب الجزائر الاول يعني بالكتير بن غيث لعبه قبل كده. انا بشوف يا كابتن ان خطوره شباب بلوزداد في الضربات الثابته بشكل كبير قوي، في الهجمات المرتده والتحولات الهجوميه عندهم خطيره جدا جدا، لكن انا بشوف العامل الاكبر على استعداد النادي الاهلي للمباراه دي. انا ضد الهجوم اللي انا شايفه الفتره اللي فاتت بصراحه على
النادي الاهلي، انا شايف ان حصل ما يستحق الهجوم والضغط الكبير قوي اللي انا شايفه واللي موجود ده. انا شايف الاهلي خلاص مسافر بعد كام يوم يلعب كاس عالم انديه، وده انا بشوفه لناس كتير جدا بيكون انجاز تتويج لمجهود كبير جدا. انت فزت بدوري ابطال، محتاج انك انت تروح مرتاح زي ابو علي بيقول ان انت رايح فايز بمباراه مهمه قدام شباب بلوزداد، متصدر مجموعتك ان شاء الله، يكون عندك كمان 7 نقاط. تعادل مع انج افريكان زيناك اللي مزعل الجمهور شويه ان انت كنت بتقدم خلاص في اخر دقيقه من المباراه، لكن هو السيناريو ممكن يضايقك شويه. السيناريو اتعكس، لو السيناريو اتعكس كان الموضوع لو نتيجه حاجه ثانيه خالص. انت لو متعادل 0-0 الناس ما كانتش هتزعل. لا كان ممكن تزعل شويه وعارف حته ان انت ضيعت كتير، ولكن انا بشوف الاهلي لعب ماتش حلو يعني قدام يانج افريكان زيناك، وتوفيق خلاص كوره جت جول ما فيش مشكله خالص، انت متعادل مش خسران قدام يانج افريكانز في تنزانيا. انا بشوف مباراه شباب بلوزداد هتكون صعبه جدا. الماتش بتاع الملعب بتاع تنزانيا او فرقه تنزانيا عامه، الاهلي يعني بقى لنا زمن بتاعنا ما كسبناش هناك، ملعب غريب او المواجهات سواء يانج او سيمبا لا وبنصعد الحمد لله. بس هو دوري المجموعات او دور المجموعات تحديدا وتجميع نقاط يا كابتن، تجميع نقاط وبتخلص نفسك. انا بشوف ان انت لازم من الاول تركز انك انت تبقى مركز جدا مع الهجمات المرتده لشباب بلوزداد، تحاول تخلص المباراه من بدري. بشوف كمان ان كولر عليه ان هو يطمن على كل لعيبته قبل كاس عالم انديه، وبشوف وعايز اقول لك يعني رايي بسرعه في حته كاس عالم انديه. انا بشوف في يعني انا دي من متابعتي يعني للصحافه السعوديه ومن التصريحات هناك، ان في تعالي شويه من اتحاد جده في قصه البطوله. احنا هنفوز، احنا هاتوا الاهلي هاتوا، انا شايف كلام كتير جدا وده كويس، اعتقد ده حافز كبير جدا. لكن انا شايف كلام فعلا كتير جدا جدا، هم متناسين تماما مباراه اوكلاند ومتناسين خالص ان حته النادي الاهلي جاي بطل دوري ابطال افريقيا واكتر نادي اعتقد موجود في كل الفرق اللي موجوده، عنده خبرات اللعب في كاس عالم انديه وعنده من المشاركات اللي تخليه في كاس عالم انديه. بس انت بتتكلم في اوكلاند ما بيكملش يعني، اوكلاند دايما مشكلته التمهيدي او الدور الاول يعني. لكن انا بقول لحضرتك المباراه بتاعه شباب بلوزداد انت محتاج تعمل فيها شغل كويس قوي وشغل فني كويس قوي زي ما انت بتقول، تروح المباراه تروح كاس العالم ده وانت شامم نفسك، متصدر كمان البطوله في دوري ابطال افريقيا. دور المجموعات مهم، مجموعتك مش سهله، وحتى فرقه مدياما لما فازت على شباب بلوزداد ده يقول لك قد ايه مجموعه مش سهله، ومش مجموعه اللي هو فيها فريق خلاص متاخرين 1-0 و2-1، وانت مش بتتكلم في مثلا في مجموعه فيها فرقه خلاص واخده المركز الرابع متزايله الترتيب من اول ماتش، لا هي الاربع فرق بيتنافسوا على 2 هم يصعدوا. فعشان كده كل مباراه على ارضك هتكون يعني صعبه، وهيكون الثلاث نقاط فيها مهمين جدا. برضو في هذه المباراة من المعروف أن النادي الأهلي دايما بيلعب هاني وعلي معلول ناحية اليمين وناحية الشمال، هل من الممكن أن نجد تغيير في هذه المباراة طريقة اللعب اللي ممكن يلعب بيها؟ يعني أنا لسه بتكلم في حضرتك في القصة ده كابتن. أنا وجهة نظرك مش معلومات يعني. يعني أوكي. وجهة نظري هو أولا مارسيل كورة بيتعامل مع المباراة دي بمنتهى الذكاء، عمل جلسات مع اللعيبه عمل جلسات مع اللعيبه اللي تم اختارها ان هي بره قائمه كاس العالم، ووصل لهم فيما لسه كنت هخليها دي لما نيجي لكاس لا ده انا قصدي استعدادا لمباراه شباب بلوزداد، هو عمل كده عشان المباراه دي، ومش عايز يبقى فيه يعني حاله من الجدل جوه اوضه اللبس، مش عايز يبقى فيه حاله من الزعل، مش عايز يبقى فيه بلبله. فالراجل رفض الافصاح رسميا عن القائمه، ولحد دلوقتي الاهلي ما اعلنش رسميا عن القائمه، يعني كلها اجتهادات من الصحفيين. النقطه الثانيه، قعد مع اللعيبه اللي تم استبعادهم واتكلم معاهم ان لولا قرار الاتحاد الدولي بان القائمه 23 لعيب ما كانش ابدا هيستبعدهم، ان هم كلهم لعيبه كويسين وان هو مقتنع بيهم، لكن المرحله الحاليه او بطوله كاس العالم تقتضي ان هو يختار المجموعه اللي اختارها دي. ده فرق مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس. وشكر فيهم وقال لهم احنا لسه عندنا بطوله سوبر، انتوا موجودين معايا. والراجل بيفكر، كان الكابتن شريف عبد المنعم قال لي ان هو عنده يعني في كلام بيتقال ان من الممكن جدا ان المجموعه كلها يصطحب المجموعه كلها، خاصه هل ده حقيقي؟ يعني عندي معلومه برضو بكده، مفيش حاجه رسمي، انا بنتكلم في معلومات لسه كلها. ده كلها معلومات بالزبط. لكن الرسمي لسه من الحاجات اللي بيفكر فيها ان باذن الله في حاله تخطي الفريق الفايز من اوكلاند واتحاد جده السعودي انت مكمل لاخر يوم في البطوله. كده انت هتكمل لاخر يوم في البطوله. صحيح، فمكمل لاخر يوم في البطوله دي معناه معناه ان انت مش محتاج، ما انت في قائمه. لا انا قصدي معناه ان انت هتطلع من السعوديه على الامارات عشان السوق هنا بعد الماتش، فمش هتسيب لعيبه فتره كبيره هنا ما بيتمرنوش او بيتمرنوا لوحدهم، لا يبقوا موجودين معاك، اللي يتعالج هناك، اللي محتاج يزود. لا انت تقصد ان هنا من بدايه البعثه لنهايتها الفرقه يعني مجموعه واحده كابتن مع بعض. ممكن صراحه هو ده تفكير رائع. هو ده المعلومه اللي عندي ان الراجل بيفكر في كده، لو ربنا كرم الفريق ان شاء الله وتخطينا الفايز من اتحاد جده واوكلاند فانت مكمل لحد اخر يوم، حتى لو ما لعبتش فاينل هتلعب ثالث ورابع. صح. وتطلع بعديها على طول على السوبر الإمارات يوم 25 28
ف يعني عندك ارتباط مهم فلازم اللعيبه تبقى موجوده معاك. فده تفكير من ضمن اللي الراجل بيفكر فيه، وبنسبه كبيره ممكن الراجل يصطحب عدد كبير من اللعيبه موجودين معاه. بيتعامل مع المباراه بشكل جيد، درس فريق شباب بلوزداد واتفرج على ماتشين بتوع ميدياما وماتش يانج افريكانز، ويعني حفظ اللعيبه طريقه لعب فريق شباب بلوزداد، اهلهم نفسيا بشكل كويس من بعد الراحه اللي الفريق حصل عليها. كل يوم في تدريبات، بكره الفريق هيتمرن الساعه 1 العصر، ويمكن هيتناول وجبه الغداء في النادي ويتحركوا على اسكندريه 1 الظهر، وهيطلعوا بعد كده العصر على اسكندريه. الفريق هيبات هناك طبعا. فرقه شباب بلوزداد يمكن وصلت وموجوده، وطاقم التحكيم وصل بقاله 3 ايام موجود هناك في برج العرب. فالاهلي مركز في المباراه، يعني كولر محفظ اللعيبه طريقه اللعب والاسلوب ومين هيلعب على مين. اتوقع او الافضل انه يلعب ب 4 2 3 1، دي افضل طريقه بتهيألي الاهلي نفذها عكس اللعب ب 4 3 3. خيمة ابو علي 1000 في ملعب برج العرب، اعتقد ان احنا هنشوف عدد كبير جدا من الجماهير حاضر اللقاء بشكل كبير قوي بيساند النادي الاهلي. وخلي بالك يا كابتن، ده اعتقد هيبقى اكبر دافع للنادي الاهلي قبل السفر لكاس العالم. هنا سيك بقى قصه اللي انا مش فاهم ليه الهجوم على تعادلين في الدوري، او بيحصل هجوم غريب قوي على تعادل في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. هو مش جمهور الاهلي بيبقى، لا مش بتكلم الجمهور يا ابو علي، لا مش بتكلم الجمهور، عايز لا بس هو هنا بيتكلم على الجمهور. انا بتكلم ان انا بشوف ان انت لا انا بقول الجمهور هيحضر المباراه ويساند النادي الاهلي. لا ولكن الهجوم اللي حاصل على ان كولر في بعض المباريات، ان كولر خلاص تناسى، بقت حاجه صعبه، والموضوع صعب قوي يا كابتن. شفت مانشستر يونايتد عمل ايه من كام يوم؟ قال لك منع 4 من المؤسسات الرياضيه، من الصحفيين مؤسسات رياضيه معينه بعدم الحضور في المؤتمرات الصحفيه القادمه، عشان هم قالوا مش مهم يكتبوا الاخبار، ولكن ما رجعوش لنادي مانشستر يونايتد وسالوه رايك ايه في الاخبار دي. تخيل بقى لو الاهلي عمل كده هيحصل ايه؟ لا تعالى شوف المؤتمرات هيحصل ايه؟ في اسئله غريبه قوي. لا بس مش من صحفيين، لا مش صحفيين، لا مش صحفيين. ما هي دي الميزه بقى، ان احنا عندنا كل الصحفيين حقيقه. ما انت بتبقى عارفهم، انت بتبقى عارفهم، انت بتبقى عارفهم كويس جدا، صحيح، كلهم زمايلك واساتذه كبار ليك. بس ساعات الناس في ناس ثانيه بتسال كده اسئله غريبه. انا شفت اسئله غريبه قوي، وانت شفت اسئله غريبه كتير جدا في المؤتمرات. شفت تدخلات في، يعني احد مثلا انا اروح لحارس مرمى اقول له انت ما كلمني عن الجون اللي دخل فيك وكان يعني ايه. لا وبعدين لا كابتن برضو السؤال، يعني حتى لو هو غلطان هيطلع يقول لك انا غلطان مثلا. لا وفي ساعات سؤال لمجرد السؤال، يعني انا اقعد اتكلم دقيقتين. سافر وشوف الصحفيين، مثلا بيبقى في ماتش في افريقيا بتلعب مثلا الوداد، بتلعب الترجي، بتلعب الرجاء، بتلعب، تلاقي الصحفي بيبقى عارف ان النادي ده بيمثل بلده في الاول في الاخر. صحيح. والصحفي بيبقى مش فكره انتماء لنادي، وهو مش عيب ان انت تنتمي النادي، لكن لما بيتكلم وعارف ان الفرقه دي بتلعب في بطوله قاريه، فيبقى حريص جدا. ده انت بتروح في ماتشات الوداد دي تلاقيهم عمالين يكلموا ويستفزوا اللعيبه بتاعت الاهلي مثلا، والمدير الفني، الجماهير، وانتوا عاملين حساب الجماهير، انتوا مش عارف ايه، ويخرجوك وانت قاعد في المؤتمر بما يفيد او يخدم مصلحه النادي اللي بيمثل بلده. احنا هنا في ناس، وانا باكد تاني برضه، عشان هو رد عليها في مره يا معلم، قال له المباراه في الملعب في ماتش الوداد الاخير. أيوة. في صحفي ساله قال نفس السؤال ده، قال له انت مش خايف الجمهور بكره؟ انت مش خايف؟ قال له انت ليه حاسس ان يعني هو ماتش كوره عادي وفي جماهير بتحضر؟ بتتكلموا عن الجماهير اكتر، بتتكلموا على المباراه، الفنيه. من الناحيه الفنيه هو عايز ياخد منك تصريح يحطه على البتاع. تخوف الجماهير. حضرتك فتحت القصه بتاعت مانشستر والموقف اللي خدوه، يعني انا شايف ان في صحفيين كتير مهنيين وبيعملوا شغلهم بمنتهى الاحترافيه ومنتهى المهنيه، والاهلي بيحترم ده جدا وبيتواصل مع الناس وبيبعت الناس الامور لو في مؤتمر، لو في اخبار، لو في حاجه بتطلع رسميه من المركز الاعلامي، الاهلي بيتعامل مع المؤسسه الصحفيه دي بمنتهى الاحترام. لكن في ناس بتجتهد، وفي ناس بتبقى على السوشيال ميديا بينجح ان هو ياخد مثلا كارنيه او اي دي، فما بياخدش باله من مسؤوليه وجوده في مؤتمر صحفي زي ده، بيبقى منقول في كل حته عبر القنوات اللي يعني بتبث المباريات اللي هي الافريقيه دي. فلازم ياخد باله من النقط دي، لان بيتقال في الاخر ده صحفي مصري، وبيبقى فيه اساءه للصحفيين كلهم او للناس الصحفيين المصريين. فاتمنى الموضوع ده يتقنن، يعني اتمنى الموضوع. في ناس مش اعضاء نقابه بس مجتهدين جدا وشاطرين جدا وبيبقوا اشطر من ناس نقابيين مثلا، دول يحترموا ويشتغلوا. لكن الناس اللي بتخش وما بتعرفش تتكلم وتسال اسئله محرجه والموضوع بيتكرر في اكتر من ماتش، لازم يبقى في وقفه معاها. اكيد. صحيح. طيب اخيرا قائمه كاس العالم اللي تم نشرها اليوم على الموقع الرسمي للفيفا لكل الفرق، ايه رايك في قائمه النادي الاهلي والمستبعدين من هذه القائمه؟ انت يعني اديتنا معلومه ان مارسيل كولر
بيدرس ان ان هو ياخد مع قبل ما ياخد وقعد مع الناس واتكلم معاهم واهلهم نفسيا. هو قال لهم انا يعني عارف كابتن اللي عجبني في القصه ان الراجل بيتكلم مع اللعيبه ان انتوا لعيبه مهمين بالنسبه لي، ولولا ان القرار جاي لي بقيد 23 لاعب بس كنت انتوا هتبقوا موجودين معاه في القائمه، لكن الفتره دي او المواجهات اللي هلعبها هناك في بطوله كاس العالم بتقتضي عليا اختيار لعيبه معينه، هم مش افضل منكم، لكن الواجبات بتاعتهم او تنفيذها خلال الفتره اللي فاتت هي اللي خلتني بقيت في حيره لحد ما اخترت العدد ده، لكن انتوا موجودين معايا في الدوري، موجودين معايا في افريقيا، موجودين معايا في السوبر في الامارات، ليكوا دور كبير جدا، اللعيبه عندي كلهم سواء، وكل اللعيبه اللي هتجتهد تشتغل على نفسها هتبقى موجوده. فالراجل اهل اللعيبه نفسيا بشكل كويس عشان ما يحصلش زي ما بيقولوا شق صف، او ما يحصلش مشاكل نفسيه عند اللعيبه فتاثر على مستوى بقيه الموسم، واحنا لسه الموسم ممتد مع الاهلي وفي اكتر من بطوله الفريق مشارك فيها. فانا بشيد بمارسيل كولر في الـ في الـ في الاجتماع ده او الموقف النفسي اللي اتعامل بيه مع اللعيبه. في مدير فني ممكن يختار القائمه ويقول لك خلاص ما انا هعمل ايه، الموضوع اللي عندي وما يتكلمش مع اللعيبه وما يقعدش معاهم. لا، الراجل اتعامل مع الموضوع بشكل كويس، بحييه عليه طبعا. وزي ما قلت يا كابتن في المواقف دي انا فاكر لحد دلوقتي قصه كابتن بدر رجب قبل بطوله كاس العالم وكابتن جوهري والاستبعاد بتبقى بتسيب اثر او بتسيب نفسيه مع اللعيب طول الوقت. فتفضل مكمله معاك سنين كمان، بتبقى مشكله وانت مجبر بعدد معين من القائمه، فغصبا عنك هتعمل ايه. برضه انا شايف القايمه مناسبه جدا، قايمه كويسه جدا، وكان لازم فعلا ان هو يضم اكبر عدد من المدافعين والباكات طبعا في بطوله زي كده، لانك دايما بيبقى معرض ليك ان المدافع يتصاب، معرض انه ممكن ياخد انذار، ممكن ياخد ايقاف، ممكن ياخد كارت احمر، ممكن يحصل اي ظرف من الظروف دي. بتتكلم على مثلا يعني عبد المنعم وياسر ورامي وخالد فتاح وهاني واكرم وعلي معلول والدبيس وكمان كوكا كمان بيعرف يلعب في الحته دي كمان بشكل كويس. فبتتكلم في 8 9 لعيبه بتقدر تلعب في خط الدفاع، اعتقد دي كانت مناسبه جدا من مارسيل كولر بصراحه، ونقطه لازم اشيد بيها لاختياراته في القائمه. يمكن تتكلم بقى على المستبعدين، انا بشوف ان المستبعدين هو برضه هيحتاج لهم خلال الفتره الجايه، الموسم لسه عندك طويل جدا. انا بستغرب من بعض الكلام ان اللعيبه دي خلاص طالما راحوا خرجوا من كاس العالم للانديه، اللعيبه دي مش مكمله يا جماعه، اللعيبه دي ليها عقود في النادي الاهلي، اللعيبه دي لسه مكمله في النادي الاهلي، اللعيبه دي كانت لسه بتشارك في المباراه اللي فاتت مع النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا، فده ما يخليش استبعاده من بطوله ان ده خارج حساباتي. ممكن تلاقيه موجود في المباراه القادمه، ممكن تلاقيه موجود في مباراه الدوري اول ما يرجع، ممكن تلاقيه في السوبر اول ما يسافر على الامارات، ممكن تلاقيه موجود بعد كده حتى في البطولات المختلفه. قدر الله لو حصل اصابه ولا حاجه انت مفتوح لك ان انت ممكن تضيف حد، يعني لو لا قدر الله اي لعيب حصل مشكله او اتصاب ما انت عندك ممكن تبدل. الله لا يقدر لو حصل حاجه في ماتش شباب بولوزداد، فلسه الامور المفترض انها لسه يعني، بس انت بتتكلم طبعا في اللعيبه كلها ما حصلش يعني اي حاجه، لكن انا بتكلم ان فكره التاهيل دي والتعامل مع اللعيبه نفسيا افضل حاجه يمكن اتعملت الفتره الاخيره. كولر شاطر فيها برضه، كولر شاطر فيها برضه، ان هو يخلي اللاعبين كلهم يعني هناك انباء بتقول ان هو من الممكن ان يصطحب كل اللاعبين معاه في منذ بدايه الرحله. اعتقد ده كابتن هيكون صح كمان، كلهم هيبقوا 23 اوريدي دول. لا دول ثلاث طبعا، انا بتكلم على الباقي يعني بقيه اللاعبين اللي هيكونوا مش موجودين في ال 23 اللي موجودين. هو بس مناشده كابتن لجمهور النادي الاهلي، وجوده في مباراه شباب بلوزداد مهم جدا، الاهلي قدام شباب بلوزداد في الجزائر هيلعب بالفول كاباسيتي طبعا، متعودين احنا على انديه شمال افريقيا بهذا الشكل. جمهور الاهلي يا كابتن يعني وجهه نظر هو الوقود اللي بيحرك الفريق، من غير جمهور النادي الاهلي، الاهلي يعني زي اي نادي. سر عظمه الاهلي في جماهيره وقوه الجماهير اللي على مدار العصور بتقف في ظهر النادي. فاتمنى اللي بيتقال الفتره الاخيره والعزوف الجماهيري عن ماتشات الدوري والعزوف الجماهيري في ماتش الفريق امام سان جورج او ماتش ميدياما، اتمنى يعني ان جمهور النادي الاهلي يضرب مثل، وانا متفائل باللي بيحصل دلوقتي في حجز تذاكر مباراه شباب بلوزداد، وان شاء الله باذن الله جمهور الاهلي قبل اللعيبه هم اللي يجيبوا المكسب في ماتش شباب بلوزداد. النادي مطلع اتوبيسات للناس اللي عايزه تسافر، ما دام معاك الفان اي دي والتذكره بتاعه الماتش من قدام فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، اتوبيسات بتقل للجماهير من القاهره لاسكندريه مجانا وبترجعهم برده تاني قدام النادي، فدي بتساعد مع جماهير النادي الاهلي العظيمه طبعا الموجوده في اسكندريه. فهي مناشده من محب وعاشق وفي نفس الوقت طالع من قلب المدرج، يعني انا بفتخر بده وبقوله في كل وقت. فلازم جمهور الاهلي يبقى شايف دلوقتي ان ده الوقت اللي النادي الاهلي محتاجه فيه ويبقى موجود، مش وقت ما الاهلي بيكسب او الاهلي بياخد بطوله. ان شاء الله نتمنى يا رب، وانا متاكد من هذا الامر. انا زي ما بضم صوتي لصوتك يا ابو علي وبقول ان برضو ان شاء الله انا متاكد ان هيكون هناك في 30 ألف متفرج في مباراه
الاهلي وشباب بلوزداد ان شاء الله يوم الجمعه في تمام الساعه 6، خصوصا مع كل التسهيلات اللي عاملها النادي الاهلي لوجود جماهيره خلف لاعبيه، لانه زي ما احنا دايما بنتكلم وزي ما ابو علي كان بيتكلم وجيمي كان بيتكلم انه الجماهير هي الاساس في كل شيء وهي الوقود الرئيسي. اسالوني انا من الواحد اللي بيبقى كان في الملعب. بعدين انت بتعرف خطه كابتن، انا كنت بسمع شتمتي سامحها. لا 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 طبعا، لكن هي في النهايه الجماهير هي الشيء الاساسي في حياتنا، والله العظيم ربنا يعلم ان بالفعل هي الجماهير الوقود الرئيسي سواء بره الملعب او جوه الملعب. ان شاء الله نجد 30,000 متفرج موجودين في المباراه القادمه. شكرا جزيلا ابو علي على وجودك معانا. انا اللي بشكرك كابتن على المساحه دي، ودايما متالق كده وبالتوفيق دايما يا حبيبي. شكرا جزيلا على وجودك معانا. بشكركم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.